يا صباح الخير مشاهدي ومتابعي تليجراف مصر في كل مكان، الكل بالعوامات والمايوهات هنا على شواطئ محافظة البحر الأحمر وتحديدا في مدينة الغردقة. الكل هنا يستمتع بمياه شواطئ مدينة الغردقة السياحية مشاهدينا الكرام، من داخل شاطئ العائلات منتجع العائلات رقم 1، وهو يعني شاطئ العائلات النادي الاجتماعي سابقا مشاهدينا الكرام. الكل يستمتع بمياه البحر الأحمر ويعني حالة من الاستمتاع في بمياه البحر الأحمر في رابع أيام العيد مشاهدينا الكرام. أهلا بكم، معاكم محمد طه مراسل موقع وجريدة تليجراف مصر في محافظة البحر الأحمر. بنرصد لحضراتكم استمتاع المواطنين بمياه البحر على شواطئ مدينة الغردقة السياحية مشاهدينا الكرام في كل مكان. هنا في يعني منتجع العائلات رقم 1 يتمتع بالعديد من المقومات للحماية للأطفال والكبار، وهو مكان أسري من الدرجة الأولى مشاهدينا الكرام في كل مكان. يأتي إليه زوار مدينة الغردقة من كل محافظات الجمهورية، وخاصة الرحلات اليوم الواحد، وأيضا رواد وأعضاء منتجع العائلات رقم 1 هنا في محافظة البحر الأحمر. مشاهدينا الكرام، بتتميز محافظة البحر الأحمر يعني أنها محيطة ب العديد من محافظات جنوب الصعيد، لذلك يكون هنا يعني رحلات اليوم الواحد تأتي من محافظات جنوب الصعيد، خاصة من محافظة الأقصر ومحافظة قنا ومحافظة سوهاج، للاستمتاع بحالة الطقس والاستمتاع بمياه البحر الأحمر، خاصة في العطلات الرسمية. ومثل هذه العطلات عطلة عيد الأضحى المبارك، زي ما حضراتكم شايفين إقبال كبير للمواطنين على شواطئ البحر الأحمر هنا في مدينة الغردقة مشاهدينا الكرام. رحلات اليوم الواحد يعني بيستقطب منتجع العائلات رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 يعني الأسر والعائلات، لأنه يتمتع بخصوصية كاملة زي ما حضراتكم شايفين، والشط بتاعه آمن على الأطفال وعلى الكبار أثناء الاستمتاع بالرحلات البحرية. فين المكان ده؟ هو تبع يعني في ناس بتسألنا في التعليقات بتقول المكان ده فين؟ المكان ده يا فندم حضرتك في البحر الأحمر وتحديدا في مدينة الغردقة، منتجع العائلات حاليا وسابقا النادي الاجتماعي. النادي الاجتماعي او منتجع العائلات بيكون دخول الفرد فيه ب 50 جنيه والدخول بالمجان للاعضاء الاعضاء منتجع العائلات مشاهدينا الكرام. وزي حضراتكم شايفين استمتاع الاسر المصريه بمياه البحر الاحمر وعلى شواطئ مدينه الغردقه السياحيه، يعني شواطئ مدينه الغردقه استقبلت الالاف من المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. وأيضا يعني ما زال يأتي إلى شواطئ مدينة الغردقة الآلاف من المواطنين للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك، وفي نفس التوقيت عطلة نهاية العام من الصفوف التعليمية التي انتهت من امتحانات آخر العام. وزي ما حضراتكم شايفين يعني النادي الاجتماعي أو منتجع العائلات به العشرات من المنقذين على شواطئ مدينة الغردقة للتعامل الفوري لا قدر الله في أي حالات من حالات الغرق مشاهدينا الكرام. ولكن الحمد لله يعني خلال أيام عيد الأضحى المبارك عدت بسلام دون اي حالات غرق او اصابات على شواطئ البحر الاحمر مشاهدينا الاكرام. وزي ما حضراتكم شايفين الكل جايب العوامه بتاعته وجايب لبس البحر والمايوه للاستمتاع بحاله الطقس مشاهدينا الاكرام في كل مكان. مدينه الغردقه تستقطب الالاف من المصريين خلال عطله عيد الاضحى المبارك للاستمتاع بمياه البحر الاحمر في على شواطئ مدينه الغردقه زي ما حضراتكم شايفين، وايضا نشاط للرحلات البحريه المختلفه من ضمنها الكايت سيرف والذهاب الى الجزر المتعدده في البحر الاحمر مثل جزيره شدوان وجزيره عدن وجزيره اورنج. أماكن ترفيهية كتيرة في البحر الأحمر بتتمتع بها مدينة الغردقة، لذلك يعني تستقطب الآلاف من المصريين من محافظات مصر المختلفة. وأيضا هذا الموسم في عيد الأضحى المبارك رفعت المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة شعار كاملة العدد، خاصة في أجازة عطلة عيد الأضحى المبارك مشاهدينا الكرام. الكل هنا جاي يتبسط، الكل جاي هنا سعيد، الكل جاي يستمتع. وزي ما حضراتكم شايفين يعني الأب مع ابنه بيلعبوا في الميه، حاله من البهجه وحاله من الفرحه والسرور وسط المواطنين. رحلات اليوم الواحد تاتي هنا الى مدينه الغردقه في الساعات الاولى من صباح اليوم، يعني عند فتح ابواب الشواطئ في الثامنه مساء الثامنه صباحا عذرا، يستمتع ويقضي يوم كامل ب 50 جنيه. وزي ما حضراتكم شايفين معانا في الكادر هنجيبه لكم كده شويه، يعني هنا في شمسيات وفي كراسي مجانا. يعني المحافظه الوحيده او المدينه السياحيه الوحيده الشواطئ بتاعتها يعني بدون رسوم للكراسي ولا الشمسيات، الشمسيات ثابته، الكراسي ثابته موجوده مجانا. انت بتدفع 50 جنيه تقدر تقضي يوم كامل على الشاطئ بال 50 جنيه. مشاهدينا الكرام يعني، وهنا ايضا في عربيه اسعاف تابعه لمرفق اسعاف البحر الاحمر متمركزه داخل شاطئ العائلات للتعامل الفوري لا قدر الله في اي حالات غرق او اصابات مشاهدينا الكرام. يعني عوامل الامان كبيره جدا هنا في شاطئ العائلات رقم 1 وشاطئ العائلات رقم 2 شاطئ العائلات رقم 3، دول تابعين لديوان عام محافظه البحر الاحمر، وهناك يعني اعضاء في تلك هذه النوادي الشاطئ بيتم الدخول للاعضاء المشتركين بالمجان وغير الاعضاء الفرد ب 50 جنيه. وفي شاطئ العائلات رقم 3 اللي هو شاطئ ميرت سابقا الدخول فيه ب 10 جنيه فقط لا غير، برضه بنفس الامكانيات وبنفس الجمال اللي انتم شايفينه دوت. يعني نقدر نقول ارخص مدينه سياحيه ساحليه في مصر تكون مدينه الغردقه، تقدر تتمتع بشواطئ البحر الاحمر ب 50 جنيه. وفي ايضا شاطئ اخر ب 10 جنيه ايضا تابع لديوان عام محافظه البحر الاحمر بنفس الامكانيات ومتوفر فيه كراسي ومتوفر فيه شماسي. استمتع بمياه البحر الاحمر وشواطئ مدينه الغردقه ب 50 جنيه فقط في اليوم للفرد الواحد. يعني زي ما حضراتكم شايفين استمتاع الاسر المصريه من مختلف محافظات مصر. الناس اللي بتسأل على الجو في الغردقة، الجو حاليا دلوقتي يعني ممتاز ورائع، وزي ما حضراتكم شايفين يعني الصورة خير دليل. الناس والأسر بتستمتع بمياه البحر الأحمر خاصة مع هذا الطقس. يعني ممكن تكون درجات الحرارة عندنا هنا حاليا في هذا التوقيت تحديدا تصل الى 33 او 35 درجه مئويه، ولكن هناك نسمه من الرياح الخفيفه جدا ملطفه الجو هنا. وزي ما حضراتكم شايفين اجواء ممتعه واجواء رائعه هنا على شواطئ البحر الاحمر وتحديدا في مدينه الغردقه. الكل جاي يعوم، الكل جاي يصيف، الكل مبسوط هنا على شواطئ مدينه الغردقه مشاهدينا الكرام في كل مكان. مشاهدينا مشاهدي تليجراف مصر في كل مكان، بنرصد لحضراتكم الاجواء المبهجه وفرحه المواطنين بشواطئ البحر الاحمر، وتحديدا في مدينه الغردقه للاستمتاع وقضاء اوقات ممتعه هنا على شواطئ البحر الاحمر، تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد الاضحى المبارك. يعني الكل جاي يتبسط، الكل جايب عوامته وجايب لبس البحر هنا في على شواطئ مدينه الغردقه السياحيه. مشاهدينا ومشاهدي تليجراف مصر في كل مكان، عوامتك في ايدك، لابس لبس البحر، استمتع بمياه الغردقه، استمتع بالطقس الممتع هنا على سواحل مدينه الغردقه السياحيه. مدينه الغردقه مشاهدينا الكرام استقبلت منذ الايام الماضيه مع اول ايام عيد الاضحى المبارك الالاف من المصريين من مختلف محافظات مصر لقضاء عطله عيد الاضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وسط اجواء مفرحه، وسط تامين كامل وشامل للأسر المصرية على شواطئ مدينة الغردقة السياحية. مشاهدينا الكرام شايفين حالة البهجة، حالة الانبساط وسط المواطنين، وسط زوار مدينة الغردقة، وسط الرحلات اليوم الواحد التي تأتي هنا إلى مدينة الغردقة. مشاهدينا الكرام واستمتاع الأسر المصرية على سواحل البحر الأحمر. نترككم لحظات في هذا المشهد البديع هنا على شواطئ مدينة الغردقة، وتحديدا من شاطئ العائلات. يعني استمتاع وفرحة وبهجة للمواطنين خلال يعني ولعب، زي ما حضراتكم شايفين. لو قربنا الصوره كده شويه، يعني الناس بتلعب بالكوره في الميه، والاجواء سعيده واجواء مبهجه هنا على سواحل مدينه الغردقه. مشاهدينا الكرام رصدنا لحضراتكم تلك هذه المظاهر واستمتاع المواطنين بمياه البحر الأحمر هنا على سواحل مدينة الغردقة. كنت معاكم أنا محمد طه، مراسل موقع وجريدة تليجراف مصر في محافظة البحر الأحمر. دمتم في أمان الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.